بس طبعا السد عنده مباراة ناقصة لأن لعب ثلاث مباريات فقط السد حتى الآن. صحيح 34 25 السلاح اللي بدأ به الشمال في الشوط الأولاني وشفنا سبع تصويبات نجحوا في الشوط الثاني في أربع دقائق ما سجلش ولا ثلاثية لكن حتى الآن بس محتفظ بالتسع بونت. هل معنى كده ان في تعدد لانواع الاسلحه بالنسبه للشمال؟ هو ما نقدرش نقول في تعدد لانواع الاسلحه. لا دلوقتي الراجل اللي كان بيشوط من بره ابتدى يستلم انسايد 1 اون 1 وقدر يسجل كورتين وحصل ترانزيشن من عندهم برضو. ويلي بقى بياخد نعم بيجري بقى بياخد ويلي راح مرتين لكمل بقى بيكمل بقى بيكمل خلاص. حصل بس اتنين تيرن اوفر عند العربي هم اللي نزلوا عند العربي بالظبط كده. واحده نزلت لزيلكو ولا ميلكو ملكو تحت الباسكت والتانية ابن عمر اللي عطاه له برضه تحت. كانت جميله لما بالظبط كده. بالنسبه للشمال مفيش مشكله. بالنسبه للعربي العربي كده بقاله دقيقتين ما بيسجلش يعني هو واقف على 25 فهو 4 0 بالظبط كده. فهي اربع مرات وكانت منهم 2 3 بوينت واثنين لغايه تحت السله بالظبط. هما بيوصلوا بس بيبقى في والتصويب في تحت الباسكت وكان في تصويبه واحده من بره خالد وكان في ثالثه فمن تحت الباسكت هو حتى بقى بيدخل بقى في يعني عدم لو في واحده كمان اللي هو عملها في دوي سامي. بالظبط كده. فهو دلوقتي العربي عايز يدخل يلعب كتير انسايد. كوتش حاتم معرفش هي دي فلسفته ولا لا في الكوارتر الثاني عايز يلبس الشمال فاولات كتير وهو كمان الترانزيشن احد اهم الاسلحه اللي بالنسبه للنادي العربي بالظبط نظرا لوجود سرعات بالزبط. كبيره بالزبط. في الفريق العربي بالظبط. بس اهم حاجه في الاول في الاخر برضه انت تحافظ على الفاولات. صحيح مش عارفين الفاولات في الاستاتستكس ايه هتجينا ان شاء الله. هنناشد ابو يوسف محمد بليك ان يبعت لنا بعد كل فتره ان شاء الله نعرف الارقام والاخطاء والتسجيلات. وخالد رشدي في الدرايف يا سلام دبل جامب جميل من خالد رشدي. بقول لك التوفيق بقى التوفيق ان انت بتوصل بس مش بيحالفك الحظ. صحيح ويليو كيك اوت بن عمر عبد القادر متمركزين عارفين مكانهم والاكسترا باس وقال له العب انت راحوا بعيد وقالوا له العب انت خمس ثواني. الانسايد احمد سعيد في الملعب في دفاعات كيك اوت ميليكو تضيع الكره سي جي فين الترانزيشن المره دي الويست هو اول الواصلين سامي مونرو لكن ميليكو على الواقف كده ميليكو يحصل على المتابعه. ومن جديد على الشمال بالتيمبو الهادي بالشمال على الرايق وبيلعب الالعاب الثنائيه كان عاوز الكات يجيله هو برضه يعني الباص بالنسبه للراجل ده ما يجيلهوش تحت من الباونس كده يعني باونس باس كده دي بتبقى صعبه شويه. باص امريكاني 34 25 تسع نقاط هي الفارق. عزيزي المشاهد منتصف الفتره الثانيه حتى نصل الى منتصف اللقاء التقدم عرباوي لا شمال 34 العربي 25. مرة جديدة الدخول الدرايف أحمد سعيد من البيز لاين ولكن الكرة تضيع بن عمر والبحث هنا عن التصويبة لكن سي جي عمل على طول فرامل عمل ستوب للترانزيشن ومأمورية سي جي نجح سي جي في الفعل نجح. وهنشوف العكس خالد رشدي خالد سي جي تصويبة لكن الثنائيات هنا حافظين بعض لكن ميليكو ما يسيطرش على الكرة. ميلكو الدنك هو أهم جزاء يستاهل الجزاء دوت علشان ما مسكش الكرة بإيدين الاثنين. بالفعل عزيزي المشاهد المحاولات مستمرة لفريق الشمال من أجل السيطرة والتقدم الحفاظ على التقدم. بن عمر الوقوف عبد القادر مكانك يا عبد القادر لكن يا السلام عمل الصعب عمل الريباوند لكن تضيع. سامي مونرو يسجل بسهولة شغلة سامي مونرو في التصويبات والتسجيلات. المباراة عزيزي المشاهد الكر والفر ولا زال التسرع هو السمة الأساسية للفريقين. دلوقتي الوقوف السيت بلاي وفارس أفيديتش والبلوك شوت بالفعل برافو عليك وقرار الحكم اللقاء وهنا سابستيوشن
كوتش حاتم على قد التيم عنده سبعة لعيبة بس بيعمل روتيشن. كوتش حسن لغاية دلوقتي مفيش تبديل. الخمس لاعبين اللي بدأوا خمس لعيبة أجهدوا يعني ست لاعب بتاع الهجمة اللي فاتت واللي قبلهم ما بيقفوا ياخدوا نفسهم. مفيش تغيير حصل. ممكن احنا شايفينه على التغيير هيبدأ يغير أحمد يوسف من دلوقتي. ده اللي احنا بنقوله أحمد بالفعل بالفعل. متبقي أقل من أربع دقايق. باص وكات وسلة محتسب. سلة ما فيش كلام. سلة محتسبة قرار سليم من حكم اللقاء بالفعل. بكر الكواري العائد إلى التحكيم العائد إلى الميدان. وحشتنا يا بكر. حكم أكثر من مميز بصراحة. وتغيير بالفعل نزول أحمد يوسف بديلا عن فارس أفيديتش. بالفعل ومرة جديدة ويلي و 34-32 تقليص للمرة الأولى. 2 بوينتس بس خلاص. العربي كامباك ولا الشمال. ويلي بيبحث عن الباص بن عمر. الدفاعات البريشر من العربي لكن هنا أحمد اليوسف والدرايف كيك أوت وابن عمر. لكن هنا ويست والترانزيشن ولكن لسه فيش مشكلة صفرة لكن ما وقفش. برافو عليك خالد رشدي وخالد 1 اون 5 خالد. ولكن الترانزيشن مرادي ويلي اوه فقد اتزانه. احمد يوسف كر وفر. والدكتور مصطفى ايه اللي بيحصل؟ طيب سريع 3 بوينت وقف ومفيش توفيق بصراحه عند العربي. يعني العربي بيعمل بس الشمال راح برضو ما سجلش. يعني مفيش توفيق بصراحه. صحيح. خالد رشدي هيفكها. خالد رشدي لكن هنا ميليكو مره جديده. المحاولات مستمره. واحمد يوسف كيك اوت وعبد القادر هي لا 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 لسه ما ظبطش. احمد يوسف ربنا يحفظك يا ابني احياها من جديد. احمد يوسف عزيزي المشاهد خلاص تجديد لل 14 ثانيه واشاره من سيف الدوسري. صح يا سيف برافو عليك. برافو سيف. واوفنسيف فاول وتكنيكال فاول تاني على ويست. بعدها يبقى لو الخطا ده تاني تكنيكال فاول دي يبقى انكوال فهيطلع بره الملعب والمباراه هتاخد مفترق طرق كبير جدا. بالظبط كده. مش معقول هيتم طرده. والاشاره هنا بكر كواري تكنيكال فاول كده مشكله حصلت بالنسبه لنا. التاني مستر بيتر بيشاور وهو بالفعل هو تاني. و طبعا هنا دروب كبير حاتم بيتاكد وخلدون اهو خلدون وحاتم بيتاكدوا بالفعل. احنا فاكرين وعارفين شفنا الاولاني خدوا تحت السله لما كان بعد ما سجل التصويبه عمل تصويبه اند وان ودي الثانيه يغادر الملعب ويست والمباراه هتاخد مفترق تاني شكل جديد. الله يعينك يا حاتم. خد بالك فرق سله واحده. اتفضل كابتن مصطفى. اللعيب المحترف بتاع الشمال ويلي. ايوه ويلي برضو لو ما مسكش لسانه هياخد التكنيكال فاول الثاني. هو اخد عشان هو برضو شغال كلام شغال وممكن انت قصدك بقى في البالانس بتاع المباراه. يعني احنا حكامنا برضو هنا وهم كمان لسه ما اتعودش على الاجواء هنا. بالظبط هو يعني ده صعب جدا. هو برضو هنشوف كتير جدا وحكامنا هنا ما بيهزروش بقى في الكلام وعلى السيطره حقهم بيسيطر على اللقاء. بالفعل دكتور مصطفى اشارتك صحيحه. 35-32 بيشاور لي 3 بونت بس الفرق فعلا. لكن هل 3 بونت هيقدر كوتش حاتم مملوك الحفاظ على كده ولا لا؟ ده اللي هنشوفه. ويلي في النقل المباراه وهل يستغل الشمال في ال 22 دقيقه القادمه. العربي بيلعب بمحترف واحد. الاخطاء الشخصيه تستمر. فاول من جديد. فاول ورا فاول.
التصويب وناجحة. نجاح للرمية الحرة. ميليكو. ميليكو يصوب. ميليكو يسجل. و 37-32 أعزائي المشاهدين هي نتيجة اللقاء الآن. والتقدم بخمس نقاط. سامي مونرو المحترف هيكون الوحيد في فريق العربي حتى نهاية اللقاء. خمس نقاط. ويلي في المحاولات ولكن دفاعات جيدة. وسامي سامي مونرو كوست كوستا على طول يسجل وحيكون عليه مأمورية كبيرة جدا جدا. مباراة هتكون في شوط تاني هتكون في منتهى القوة فيها استراتيجيات كتيرة من حاتم مملوك ازاي هيلعب لكن هيقدر يحافظ. وهنا أحمد اليوسف والفولو على طول مأمورية بقت أسهل بكتير لميليكو. ميليكو بدون ويست هيكون ميليكو هيلعب بسهولة كبيرة. هذا اللاعب ميليكو بيلتسا. سامي مونرو أحمد سعيد وتضيع الكرة. أحمد وهنا هل هيلعب بسرعات بيلعب على مهله أيضا. خمس لاعبين ما غيرش غير أحمد يوسف بديلا عن فارس أفيديتش. أحمد يوسف ويا سلام يا سلام على الكات يا سلام عبد القادر الكسار بالخبرات خبرة كبيرة جدا جدا جدا. عبد القادر الكسار منين جه منين ما تعرفش وصل منين. 41-34 ومن جديد والكيك اوت. خالد يا خالد تضيع التصويبة تضيع الرمية ب 41-34 أعزائي المشاهدين نهاية لفترة تانية. دكتور مصطفى في عجالة عشان تاخد بريك خمس دقايق. احنا دلوقتي قدامنا 15 دقيقة لينا نصها ان انت تحلل لنا بسرعة الفترة الأولى والتانية وتقول لنا ايه التصور للفترة التانية والتالتة والرابعة. زي ما احنا شفنا في الكوارتر الاول سبع ثلاثيات بالنسبه للشمال خمس دقائق بيقابلها طبعا عدم توفيق بالنسبه للعربي. وبعدين كوتش حاتم اخذ تايم اوت من بعديه المباريات بدات تيجي عمل سكور ران 11-0 خلى كوتش الشمال يلجا لتايم اوت ومن ساعتها السكور بقى ماشي كويس وعمل الفرقتين عملوا ران جيم كويس جدا. العربي متمرن على الترانزيشن اوفنس عالي جدا 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 بالنسبه زي ما احنا قلنا للثلاثه اللي فوق مصطفى وسي جي واحمد خالد رجل وخلاص الكوارتر الاول بسكور 3-4 صحيح. الكوارتر الثاني نشوف ان عند الشمال الشوتينج وقف بقى بيعتمد على الفتره الثانيه في اولها العربي قدر يعوض بالظبط كده بالظبط كده والسكور نزل لغايه 3-4 فعند الشمال بدا ان هو ما بيعتمدش خلاص الشوتينج بدا يقف بس بدا يكون في تكاسل شويه من او تخاذل شويه في الديفنس عند عند العربي خلى الكره تنزل تحت كتير تيرن اوفرز عشان اللعيبه مستعجله كل واحد عايز بيلم وعايز يجري صحيح. فبقى حصل يعني فبقى الفرق كبير كده في حتى في التيرن اوفر بقى في فرق. ما انا عشان كده بقول لك الاستاتستكس احنا عايزين نشوف التيرن اوفرز قد ايه ما انا بشوفها اهو فدي تمام. حاجه الثانيه برضو عدم توفيق ان سامي بقى بيدخل كتير بيضيع مصطفى برضو نفس الكلام خالد رشدي ما فيش توفيق عنده النهارده خالص بس المشكله اللي حصلت الكبيره ان ويست ان هو ياخد اثنين تكنيكال فاول حط العربي هيلعب ازاي العربي دلوقتي العربي خلاص ما عندوش مشكله ان هو يلعب اثنين ثلاثه صعب ان هو يلعب مان تو مان كتير عشان يبدا ازاي العربي هيقدر يقفل مشكلته الاولى ان هو هيقفل على ميليكو بالظبط كده دي مشكله كبيره في حاله عدم وجود انا اعتقد ان بدايه الثالث كوتش حسن هيتبع عماره بس عماره هيتقل المباراه زياده بس هيبقى في لعبه تحت الباسكت شويه هيلعب انسايد بالظبط فهنشوف الشوط الثاني كوتش حاتم هيحل الموقف يعني انا بقول لك في الديفنس كوتش حاتم ما عندوش بديل الا ان هو هيلعب زون ديفنس 2 3 بتاعه تمام طب وعامل الثري بوينت الغير طبيعي اللي موجود مع الشمال ما احنا زي ما قلت لك الكوارتر الثاني الدنيا وقفت انا لو الاستريس معانا يمكن يكون جاب واحده بس تمام بس التراي ما كانش كتير برضه بس التراي ما كانش كتير لكن لما كان التراي كتير في بدايه اللقاء قدر يحط سبب انا قلت لك ان
كوتش حاتم التنويع بتاع الديفنسات اللي كان بيعملها زوم بريس هاف كورت او زوم بريس كل انواع الزون اللي عملها 2 3 لان كل ده مش نافع مع الشوتينج لا الزق مان تو مان فهما بقى التراي اقل بالنسبه للشمال بالظبط كده زائد ان برضو زي ما بقول لك الجري كتير مع خمس لعيبه موجودين عند الشمال بقى في اجهاد عالي جدا عليه انا شايف ان ميليكو بيلتا هل يقدر يلعب ال 40 دقيقه صعب كوتش حسن برضو من النوع اللي ما بيريحش عشان ما عندوش المحترفين بتاعه ممكن يريح لو الجاب حصل في السكور يعني السكور دلوقتي 15 بونت مثلا تمام ممكن يريحه دقيقه دقيقتين وينزله الثاني مفيش مشكله رايك فولي لا ولي لعيب النهارده مادي مباراه عاليه جدا يعني النهارده انا اول مره اشوفه بياخد ريباوند سامي مونرو عنده اجهاد بسيط او بيوفر مجهوده وده اللي بيأثر عليه في الفينش بتاعه يعني اجهاد سامي بيأثر عليه في التنين بتاعه هل المعادله دلوقتي متوقفه على اللعيبه المحليين للنادي العربي سي جي خالد رشدي يكونوا هم مفتاح المباراه لصالح ومصطفى لاشين برضه مصطفى لاشين طبعا في ترانزيشن والدرايف يعني شمال مصطفى احنا من النص الثالث اما شفنا الثالث كوتش حاتم دفع النص الثاني داوود من نص صراحه مباراه دسمه ودفع باحمد سعيد ومصطفى بقى قاعد يمكن خمس ست دقايق من الكوارتر الثاني فمصطفى برضو لو بدا يجري كوتش حاتم لو استغل ده في الجري هياثر على الشمال كتير عشان في الشمال ترانزيشن عنده ويلي بس وده يعني انا شفت في جميع الكور اللي فاتوا بين عمر ويلي هما الاثنين بس الديفنسيف الترانزيشن ديفنس بتاع الشمال لان بقيه الناس حتى هو المحترف اللي هو البلاي ميكر بوينت جارد طويل ما بيرجع بصعوبه ابن عمر نفس الكلام ابن عمر يمكن بيرجع لكن عبد القادر طبعا بس على استحياء ابن عمر على استحياء اتكسر برضو طب ده ما يستدعيش ان العربي يضغط الشمال هو لازم هو هيضغط يعني علشان يقدر يستغل البريشر ده ان يروح منه ترانزيشن هيضغط ويرجع على هيبقى في بروشر عالي جدا نفسيا على الوان واحد اللي هو الطويل بتاع بالظبط هيبقى في بروشر نفسي وبدني على لعيبه العربي في الشوط الثاني البروشر النفسي ان انا عايز اضغط فول كورت علشان اعوض بس في مشكله محدش بيلعب على ملكه بالظبط كده فانت دلوقتي لو ضغطت وعدى نص الملعب طب انت دلوقتي هيبقى عندك مشكله في الاطوار اللي عندك في المحترف الطويل ويلي مين هيوقفه والراجل الطويل اللي هيلعب تحت الباسكت كتير لو كوتش حسن نزل كمان عماره فبقى فيه هاي بوست ولو بوست فدي بقت مشكله بقت مشكله عند سامي وعند ثلاثة بره بيشوطوا فدي مشكله كبيره هيقابلها العرب فعشان كده بقول لك الشوط الجاي بالنسبه للعربي في ضغط نفسي في ضغط بدني عالي جدا علشان يقدر يرجع لل وخد بالك احنا مخلصين 7 بونت كوتش حسن هل هو يعني هيستغل فرصه عدم وجود ويست كوتش حاتم هيبدا ياثر السؤال المهم اتفضل السؤال المهم اللي هنقفل بيه دلوقتي وناخد مع بعض راحه لمده 5 دقايق ونرجع تاني هل المباراه انتهت للشمال لا المباراه السؤال ده صعب طبعا صعب. بس انا عايز اسمع منك الاجابه قبل ما ناخد بريك لمده 5 دقايق ونرجع تاني هل شمال ما انتخلت مفاسم المباراة انتهت؟ لا لسه يعني نوعد المشاهدين يرجعوا معانا ويشوفوا شوط ثالث وشوط رابع ان شاء الله المباراة لسه فيها كتير جدا وكوتش حاتم من المدربين اللي ما بيأس مش بيأس وبيحب يعمل كومباك سريع بيرجع للجيم سريع جدا عنده لعيب محترف عنده موجود بره حتى لو الاثنين لعيبه موجودين بره هو من نوع يعني هو راجل ملعب راجل مقاوم يعني ان شاء الله تاني شوط تاني كوتش حسن يبقى نوعدكم دين لإكمال هذا اللقاء وكله إثارة طرد لاعب إن شاء الله بإذن الله نشوفكم 5 دقائق ونعودكم بمشيئة الله لا تذهبوا بعيد
أعزائي المشاهدين في هذه المباراة بتصويبة ثلاثية العربي في محاولة العودة، وثلاثية تقلص الفارق لأربع نقاط، الشمال 41 العربي 37. هل يعود العربي بعد مغادرة المحترف ويست؟ هنشوف. المباراة بقت أصعب، والفاول فاول على سامي مونرو. هنشوف الفاول الكام دلوقتي، الخطا الكام؟ لو الثالث في مشكله هنشوف. اعتقد لا لا ما يوصلش للثالث ابدا. سامي مونرو ما وصلش الاول، اه صحيح. ومن جديد هنا التمريرات، التصويبات، بن عمر، بن عمر لسه شغال، بن عمر اون فاير ولا ايه؟ تصويبات ثلاثية مستمرة 44-37 أعزائي المشاهدين في اللقاء. اللقاء كل شوية إيه؟ كل ما بيبعد بيرجع بيرجع. لا 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 لا، تصويبة يمين، تصويبة شمال، مش ممكن. تصويبة جديدة هنا من أحمد سعيد، بداية ساخنة لفترة ثالثة، والفارق أربع نقاط. مين اللي هيكسب مين؟ مين اللي هيعزز حظوظه؟ وبن عمر، بن عمر تصويبتين، لا لا لا، الموضوع مش صدفة أبدا. بن عمر يكشر عن أنيابه، ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله يا بن عمر. تصويبات مستمرة، تصويبات ثلاثية عزيزي المشاهد، ونجاح في تصويبتين في أقل من دقيقة. وهنا الترانزيشن والمحاولات من جديد للعربي من أجل التقليص، ولا الشمال من أجل زيادة سبع نقاط والقصر، ولكن تضيع 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 الكرة. المباراة بدأت سريع يا كوتش دكتور مصطفى. آه جدا، والدخول برضو للعربي دخول مفاجئ كويس بثلاثيتين، يعني أيوة، من عند سامي مونور ومن عند أحمد سعيد، صحيح، يعني برضو مخليهم لسه في الجيم. وبرضو بس بن عمر أيضا سجل، عمر عنده ثلاثيتين ورا بعض في دقيقة واحدة. المباراة فعلا اشتعلت، رجعوا الدنيا تاني للشمال، يعني حافظوا على التفوق للشمال. بن عمر لعيب برضو عرباوي قديم، صحيح، لاعب كبير، لاعب مميز، وبصراحة عامل دور كبير مع فريق الشمال في ظل هذه التشكيلة. هنشوف الكرة لمصلحة مين؟ مصلحة العربي، وبدر في إدخال الكرة، إدخال الكرة، وسي جي، والبحث هنا، دفاعات قوية، هيفقد الخمس ثواني بالفعل زي ما بقول لحضراتكم، هيفقد ارتكاب مخالفة الخمس ثواني على النادي العربي نتيجة دفاعات قوية من نادي الشمال. نادي الشمال عزيزي المشاهد بيقدم مباراة في منتهى القوة، ممكن تكون مباراة العودة، العودة أن يتمكن الشمال اللي حصل على في دوريين الأخير، هو حامل اللقب الغرافة، قبله بطولتين للشمال. وهنا تصويبة ميليكو بيلسا، 49-40 يزداد الفارق. سامي مونرو والمؤمورية الصعبة، سامي مونرو، سامي مونرو، والكرة لمصلحة الشمال من جديد، والدرايف، كيك أوت، ميليكو، ميليكو، تضيع التصويبة، ميليكو بيلتسا، وسي جي، وخالد رشدي، أحمد سعيد في الملعب، وخالد رشدي، خالد رشدي، يا سلام يا ابني، والله رائع يا ابني، ده خالد مش رشدي، ده خالد ابن شداد، دخل في وسط الخمسة وعمل الموب وقدر يلف، قدر يسجل في ظل عدم وجود سامي في الهجمة. 49-42 دكتور مصطفى، رأيك في هذه البدايات؟ زي ما احنا قلنا، ما اتكلمنا ما بين الشوطين، لكن لونج باص يا سي جي والأندوان. العربي هو بدأ باثنين ثلاثة زي ما توقعنا طبعا، عشان ده ناقص لعيب محترف وعنده ترانزيشن او اوفنس كويس جدا، صحيح، خلاص. فهو ناجح لغايه دلوقتي العربي، بس عندنا الشمال الكلام بقى دلوقتي ان احنا نرجع نوقف الثري بوينت تاني من بره، صحيح.
فطبعا يعني 4 بوينتس لغايه دلوقتي يعني العربي يعني جود جيم بصراحه يعني لغايه دلوقتي من غير محترف واحد. صحيح جود جيم بصراحه مباراة فعلا العربي لا زال في المباراة. والترانزيشن خالد سي جي بيدور على منرو والاند وان. الترانزيشن اوعى يجي لك الترانزيشن، ترانزيشن سريع سريع على طول اعزائي المشاهدين. ونجاح في تصويبتين و التايم اوت للشمال فارق سلة وحيدة، الشمال 49 العربي 47. عودة للعربي، هل هي عودة للعربي ولا في مشكلة في الشمال عشان العربي يقدر يرجع ويقلص الفارق؟ سلة وحيدة لأول مرة في اللقاء. مشكلة الشمال، مشكلة الشمال في الترانزيشن ديفنس. بمعنى؟ بمعنى ان دلوقتي الزون اللي قفله كابتن حاتم دلوقتي عليهم اي ريباوند خلاص بيجري 3 على 1 3 على 2. الرجوع في الترانزيشن ديفنس بالنسبه للشمال ده صعب جدا صعب جدا. كوتش حاتم عارف ده كويس وقاري الشمال كويس. الشمال مشكلته في الرجوع. انت دلوقتي لو وقفت ده اللي كنا بنتكلم عليه في اللي كنا بنتكلم عليه في ما بين شوطين المباراه ان دي احد اهم الاسلحه اللي موجوده في النادي العربي الجري. دلوقتي لو ما فيش روتيشن بيتم تريح اللعيبه بتاعتك باستمرار عند الشمال، الشمال مش هيقدر يكمل لغايه الرابع. العربي طب كابتن دكتور وصفا ممكن ارد لك بلسان كابتن حسن. فضل. طب ما انا دلوقتي عبد القادر الكسار وجوده في المباراه تيمبو كبير جدا في المباراه. تبديل عبد القادر وهو ده ممكن يكون احد النقاط اللي ممكن يعتمد عليها العربي في الترانزيشن بن عمر بتصويباته بوجوده. فهو دلوقتي ان الشباب دول اللي بيلعبوا في الاماكن دي هي دي اللي بيلعبوا جنب البوينت جارد، هم دول اللي بيجيبوا السكور وهم دول المحافظين كويس. انت دلوقتي لو انت كمدرب هتتكلم بنفس النظريه يبقى انا مش هريح لعيبتي خالص. انا حتى لو انا خسران باسكت او 4 بوينت وريحت لعيبتي هيقدروا يكملوا للاخر. لكن لما يكون عنده بنش يا كابتن ده امير متصاب هو متصاب. انت عندك احسن بدلته وعندك فارس اهو موجود بره يعني وعندك اللعيب اللي هو الفلبيني اللي هو بتاع الشباب ده لعيب مميز لعيب مميز صحيح كويس قوي صحيح. دلوقتي انت نزل طيب تمام عندك هاي بوست هيبقى موجود يبقى سمعنا كلامك وتم التنفيذ وعقصار كمان على التصويبه لكن تضيع الكره بالظبط يا دكتور. سامي مونرو ترانزيشن هل هي درو؟ هيكون اول درو؟ ما كانش اول درو بباصه غريبه من سامي مونرو وما فيش درو. فارس افيديتش على التبديل بديلا عن القصار وبالفعل تم تبديل عبد القادر الكسار لازم ونزول عشان يقدر يحافظ على التيمبو بتاع اللعيبه لازم قدر فعلا يغير ويعمل الروتيشن اللي انت طالبت بيه يا دكتور. لكن بن عمر في الملعب انت دلوقتي لو احنا اتكلمنا بالحسابات اوفنسيف فاول لو احنا اتكلمنا بالحسابات فارس افيديتش اهو لسه نازل دلوقتي فريش سامي طبعا تعبان. انت دلوقتي بتتكلم في نص الكوارتر الثالث صحيح هيبدا يوقف مع ورا فارس بيبقى فيه هيلب واثنين وثلاثه صحيح صحيح. فالروتيشن اللي بيحصل بالنسبه لاي فريق مهم جدا عشان يحافظ على حيويه اللعيب صحيح صحيح يا دكتور. والتصويبه ميليكو والكره في حيازه العربي سي جي. الصيام كله دلوقتي زيرو رن بان ثابتين على السكور. خالد هيجيب ما جابش سي جي من جديد 49 47. والتمركز الدفاعي في انتظار سامي مونرو الدرو جيم وسامي والتكنيكال فاول. سامي والتكنيكال فاول ابدا اعتراضه بشكل غير لائق وحسب القانون على طول وتكنيكال فاول على بنش مساعدي المدرب في العربي. بالفعل 49 49 هي الدرو جيم. الهدوء يعود للملعب بعد 2 تكنيكال فاول، واحد على سامي مونرو، واحد على اتباع المدرب للنادي العربي. والتصويب برميه ثم رميه. التعادل الاول في اللقاء لم يستمر كثيرا. ننوه للمشاهدين ان العربي ايضا تم طرد ويست باثنين تكنيكال فاول نتيجه اعتراضه، لكن التحدث بطريقه غير لائقه خلت ان التكنيكال فاول على سامي سجل الرميتين الحرتين ويلي.
ويلي على إدخال الكرة، الفارق يعود نقطتين للشمال والحيازة للشمال. مراجعة من سيف الدوسري مع كابتن جاسم وكابتن سيف عشان كل حيازة كانت مع مين، هيقولوا كانت بيسألوا الحيازة لأنها تعود الكرة. مراجعة جاسم نادر الحكم الدولي يتوجه الى الفيديو، اعتقد ان هي 24 ثانيه الاي ار اس لعدد الثواني المتبقيه في الهجمه. عندما تم احتساب التكنيكال فاول الاول على سامي مونرو كانت اكيد فيها فائدة حيازه بعد ما سجل الباسكت سامي، فالتكنيكال فاول اللي احتسب كان بعد تسجيله للسله، اذا ال 24 ثانيه كامله. الكلام ده طبعا هيشوفوه في الفيديو. صحيح جاسم نظر بيقول 24 ثانية كاملة لأن التكنيكال فاول احتسب ولازم تتم تسليم الكرة من المنطقة الخلفية، كانت بعد السلة كانت ساعة واقفة وويلي والبحث هنا، لكن الدفاعات جيدة. الترانزيشن آخر أسلحتك يا مملوك، يا مملوك آخر أسلحة حاتم مملوك، هو السي جي خالد، هو سي جي على طول يا خالد. بالفعل أحمد سعيد بيطالب الكرة، سامي مونرو العاب البيكن رول فور اوت اربعة، وسامي كالعادة هي الكرة دي مش اعادة، الكرة دي نفس التصويبة نفس التسجيلة من نفس المكان، ودفاع عمارة ودفاع ودرو جيم 51-51 كلاكت تاني مرة، التصويبة بالتسجيلة باللعبة بالدفاعات بس من غير تكنيكال فاول المرة دي، كانت المرة اللي فاتت طالب بفاول. عمارة يا عمارة انت فينك يا عمارة، عمر عبد القادر. سامي مونرو، سامي مونرو، لا 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 لا، ده مش سامي مونرو، ده سوبر مونرو، سوبر مونرو مش سامي مونرو. سبع نقاط في 40 ثانية، سبع نقاط متتالية، سامي يتحمل مسؤولية والتقدم الأول. عزيزي المشاهد العربي رجع، العربي تعادل، العربي بيجري، خالد رشدي يا سلام على الاند وان، بالفعل اند وان، بالفعل التسجيله، وخالد رشدي يعود وسامي مونرو بالفريق لتقدم اول النادي العربي. اكيد في تايم اوت 56-51 اند وان تايم اوت. كوتش حشاد دكتور مصطفى المباراه خدت مفترق طرق تاني زي ما توقعنا، انا قلت لك يعني دلوقتي احنا اتكلمنا ما بين الشوط، سامي مونرو اثنين ميديم شوت واحده ثلاثيه ترانزيشن، هو دلوقتي المفتاح عنده بقى سامي مونرو. كوتش حسن لازم يقفل على سامي كويس جدا، طلع له اثنين المره اللي فاتت، لازم خلاص يعني لازم يكون في ايزوليشن يحصل من عند الشمال لسامي. صحيح النجاح اللي حصل من عند العربي ان هو بيلعب اثنين ثلاثه وبيجري على الفاست بريك ترانزيشن، خالد فاست بريك، خالد موجود بالظبط كده، بقى خالد موجود. بس انا برضو عنده قولي كوتش حاتم يغير بمصطفى لاشين دلوقتي، مصطفى لاشين عشان يدي نفس تاني ويدي سرعات تانية. تفوق للمرة الأولى دكتور مصطفى 56-51 أول مرة العربي يتقدم بأربع نقاط وكم؟ خمس نقاط. هيكون الحل ايه بالنسبه للشمال؟ الشمال لازم يلجع يلعب مان تو مان كويس جدا جدا ويقفل على سامي كويس جدا، ان شاء الله يقفل على سامي باثنين. انت دلوقتي عندك في لعيب محترف موجود بره، لعيب محترف في الملعب، لعيب محترف في الملعب عم تلعب عليه باثنين بديفنس، ما تخافش العب بس ما تسيبوش يلعب، ما تسيبوش يعمل اللي هو عايزه، حتى لو طلع من ايده لازم يحصل ايزوليشن عليه. هم قفلوا عليه جوه الزون بس بالظبط، بس هو ما كملش، هو وقف في المرتين، صوب في المرتين. فانا انا انا اعتقد ان احمد يوسف اهو يعني احمد يوسف او عمر هو اللي هيلعب عليه، هم لعيبه مسؤولين على سامي مونرو اندر بريشر على بالظبط بالظبط، لازم 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 لازم. إذا أعزائي المشاهدين عدنا و 56-51 تقدم أول آخر ست سبع نقاط سامي اللي مسجلهم، سبع نقاط متواصلة هو اللي سجلهم سامي مونرو في أقل من دقيقة، نتيجه اثنين ميديم شوت وتصويبة ثلاثية قبل كمان ما خالد رشدي يتم التسجيل والأند وان، وتقدم للمرة الأولى بست نقاط. ويلي بن عمر، أحمد يوسف تمريرات كثيرة، البحث عن الصغرة، أحمد يوسف الكيك أوت، ثلاث ثواني على الهجمة، الله يا سلام على الرشاقة، يا سلام على المهارة لميلكو بيلتسا، ميلكو بيلتسا
يتم تسجيل السلة ليقلص الفارق لأربع نقاط أقل من ثلاث دقائق. مأمورية لفارس أفيديتش لسامي مونرو جوه فانيلة سامي مونرو. تصويبة يا سلام يا سلام، انتزعت الآهات خارج الحسابات. تصويبة تصويبة جميلة جميلة، وتصويبة التعويض ايه الزيادة يا سلام يا داود يا سلام يا داود، رحت من بالي ازاي يا داود بن عمر سوبر عمر في 3 بوينت بقى متخصص. اكيد اكيد بيتم بن عمر بيتدرب على 3 بوينت تدريبات خاصه، لان النهارده غير عادي غير عادي يا بن عمر. تصويبات مستمره، وخالد رشدي وداود داود بيفضل يلعب هجمه جديده. سامي اندر بريشر وهو بيلعب، ليك حق يا سامي ليك حق تفرح وتحتفل. تصويبات سامي مونرو يرجع له شبابه من جديد النهارده، بيلحق العربي بيلحق العربي في المأزق. ويا سلام يا سلام على السبين موفي يا جمالك يا ميليكو. ميليكو ايضا يستعرض مهاراته. إذا المباراة حلوت، المباراة أصبحت فيها المهارات الفردية ما بين سامي مونرو وميليكو. 62-58 سامي من جديد، سامي في مأمورية خاصة. مونرو مونرو أندر بريشر بيصوب بيلعب لوحده سامي، وهنا الترانزيشن وبلاك شوت. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال، والتصويبة روعة روعة، تصويبة جميلة، والإيه البلوك شوت. لكن هنا يعود يعود من جديد والترانزيشن. خالد رشدي أوفنسيف فاول بإشارة مزدوجة من كلا الحكمين سيف الدوسري وبدر، بالفعل هو الأوفنسيف فاول. والتبديل هنا، التقدم سلة واحدة فقط عزيز المشاهد، سلة واحدة فقط في آخر 52 ثانية في الفترة الثالثة، فترة قبل ما نروح لفترة الحسم، قبل ما نروح للفترة اللا عودة. لازال العربي يحافظ على حظوظه. دكتور مصطفى تحليلك للفترة الثالثة. استنى بقى يعني دلوقتي 45 ثانية، عايز تخلصه من الأول وتحكي بين الشوطين ونبقى نتكلم. أوكي ليك حق ليك حق ليك حق يا دكتور، انت المباراة شداك وده صح. وهنا فاول على سامي مونرو، فاول فاول، وجاسم هيقول قراره البوش، لكن رميتين حرتين. اذا سلة واحدة، الخطأ الثالث على مونرو. هتعمل ايه يا سامي؟ لازم الحفاظ عليه، هو لاعب تقيل، لاعب عارف بيعمل ايه اكيد، انما لا يتعرض للاخطاء تاني. المشاهدين اللي لسه طبعا منضمين الينا، ويست المحترف في صفوف العربي خارج الملعب نتيجه ارتكاب 2 تكنيكال فاول. 28 ثانيه سي جي وتصويبه ترانزيشن ويلي، و لا 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 ده خد الدنيا كلها، لكن تضيع الكره من ويلي. خالد رشدي و13 ثانيه اخر هجمه، هجمه نهايه الفتره الثالثه. العربي 62 الشمال 60 سامي مونرو، تصويبه نهايه الفتره الثالثه، اربع نقاط والعنوان هو مونرو. 2 3 بوينت دكتور مصطفى، ثلاث تصويبات، يعني 12 نقطة لسامي مونرو في فترة واحدة، 12 نقطة في سبع دقائق لسامي مونرو. هل سامي يقدر يلعب الفترة الرابعة كده ويحافظ على حظوظ العربي؟ هيقدر هيقدر، أنت دلوقتي لسه عندك خبراته حاجتين. خبراته تقيلة طبعا سامي، ثلاثة فاول خلي بالك ما فيش مشكلة، بس هو الكلام دلوقتي بالنسبة للعربي زون ديفنس 2 3 إلى حتى النهاية، حتى يضحي ب 3 بوينتس بالظبط كده عشان يلم دفاعه بالظبط كده على ميليكو بالظبط، هو مش هيقدر ان هو يجاريهم في مان تو مان، وكمان يستغلها ان يقدر يطلع عشان بيقدر يجري، وخصوصا يبقى لو مصطفى كمان نزل يبقى مصطفى برضه هيجري، هو ياخد الليفت سايد فخلاص اوكي. الاربعه خمسه بونت الافريج اللي حصل بالنسبه للعربي بخبره الشمال رجع السكور تاني. انت عندك ويلي
بيقف على فترات على كورته وبعد كده بيلعب بيسجل. بن عمر عندك بن عمر طبعا ده جاب سلسلتين يعني. انا بتكلم في في الخمس دقايق التانيين اللي هم النص الثاني من الكوارتر الثالث بالظبط كده. فانت دلوقتي عندك ان في خبرات في الشمال بتقدر ترجع الجيم تاني. طبعا المفاتيح عشان كتير عند الشمال كوتش حاتم على قد ما بيقدر بيقفل على مفاتيح معينه، بس لما تلاقي مثلا ملكو تحت الباسكت بيلعب ضد داوود برضو فرق الخبرات بتبقى لصالح ملكو كتير، يعني دخل عليه هجمتين سجل عليه بكل سهوله بكل اريحيه. فانت دلوقتي المشكله ان انت 2 3 قافل جدا، قافل على التصويب، بس هو الكلام في الانسايد. انت دلوقتي اتراب الفاول عند سامي مونرو، فهيبقى في مشكله اللي هيلعب عليه. فهنشوف الفتره دي، انت عندك 4 بونت وعربي، فهنشوف الفتره دي اللي هيحصل. اذا 4 نقاط للعربي، فتره اخيره، جاسم نظر وتسليم الكره للاشين مصطفى لاشين في ادخال الكره، وطبعا جاسم مبكر يتوجه الى طاوله التسجيل من اجل مراجعه بعض الاشياء. 64-60 بيشوف الحيازه، لان تم تبديل الحيازه اكثر من مره خلال الفتره الثالثه، فيتم التاكيد. اتفضل يا دكتور. انا اعتقد ان هي للعربي مش للشمال. الشمال حصل حصل سويتش للجامبول، اعتقد ان هي للعربي. اذا مراجعه من الحكم الدولي كابتن جاسم نظر مع الخبير الدولي للاي ار اس، خاصيه الفيديو لمعرفه اخر من تمكن من الحصول على الحيازه حتى يتم تبديل الحيازه ما بين الفريقين. و 64-60 اعزائي المشاهدين، العربي بدا طبعا في الدوري عنده لقى هزيمتين من السد والاهلي، عايز النهارده يخلي الشمال زيه 2 علشان يقدر تكون الكفه. كله طبعا بيبحث عن الوصول للمربع الذهبي. طبعا يمكن قطر بعيده، يمكن الريان بعيد. قطر لظروف المحترف اللي اصيب وتم استبداله بمحترف محلي، الريان اصيب 2 اهم لاعبين ومسجلي الفريق ميهو وهاني، طبعا بقوا في موقف صعب جدا. الخور بيبحث من بعيد لبعيد وحصل على فوزين، من حقه انه يحلم، لكن برضه هو هيكون رقم مهم جدا في الدوري. الاهلي تلقى هزيمة واحدة هو والشمال والوكرة حتى الآن، إذا مش معروف طبعا مين أصحاب المربع الذهبي. الغرافة حصل على أول هزيمة لي أمس، إذا كله تقريبا متساوي. يمكن السد فاز 3 مباريات، لعب 3 ما لعبش 4، هيكون عنده اختبار صعب الأسبوع الجاي. إذا الإيكوال يعني معنى كده ناس هتدخل المربع بالثلاث هزايم وأربع هزايم في المربع. دكتور مصطفى في الدوري أكيد. دوري متكافئ جدا يا دكتور. اكيد، بس هو لسه برضه انت عارف الدوري متكافئ ده واضح طبعاً. لا يوجد فريق هو لوحده، مفيش فريق لوحده بقى، كل بينافس بالزبط. اصبح الكل عنده الامال، هو بس اصبح ان بس السد هو لغايه دلوقتي لسه السد متماسك. اي هزيمة والوكره والسد والغرافه للشمال والعربي والاهلي بيبحثوا، كل الناس ليها حق، كل الناس عندها الامال. لسه بدري، احنا ما وصلناش حتى لنص الدور الاول حتى نتحدث على الترتيب، لكن بنظره عامه دوري متكافئ للغايه، دوري في منتهى الصعوبه ومباراه في منتهى الصعوبه. وسي جي والحصول على الخطا من ميلكو والخطا الشخصي هنا حاضر، التقدم للعرباويه بعد تأخر يزداد عن 10 نقاط، يعود العربي بعد خروج محترفه إلى العودة للقاء والتقدم من جديد. والعنوان هو سامي مونرو وبرضه خالد رشدي، مش هنكذب عليك، لكن هنشوف سي جي ومصطفى لاشين هل هيبقى لهم دور. داوود أيضا لعب وعمل اللي عليه. داوود لما نزل بصراحة ما قصرش داوود، لكن هنا الأنسبورتس مالك فاول، التعمد في ارتكاب الخطأ أثناء الفاست بريك يمنح سي جي رميتين حرتين وحيازة. نجح في تسجيل الرميتين والحيازة للعربي، 6 نقاط. هي المرة الأولى العربي يتقدم. وتمكن من الحصول على الأخطاء. إذن اللعب على سامي يا دكتور مصطفى هو
يعني تصور كابتن حاتم. برضو دفاع مزدوج اهو من الشمال زي ما برضو ما يعني هل الرهان دلوقتي هيكون الرهان هو سامي؟ سامي منيرو طبعا. فكلام دلوقتي ان انت لازم خالد رشدي ولازم سيجي انت تفضلهم من الملعب على اساس ان هم يقدروا يلعبوا كتير. مصطفى لاشين عليه دور برضو دلوقتي. صحيح. يعني سامي دلوقتي هيستلم هيبقى فيه اتنين مع ادي سي جي ادي راحت مصطفى لاشين. الله على الباص الله على التصويب يا لاشين. تصويبه تسجيله 8 نقاط. هتعمل ايه يا كابتن حسن حشاد؟ قال لي هنزل القصار. شوف بقى هنا دير خبرات خبرات وامكانيات من ويلي. ويلي بصراحه محترف اكتر من مميز. 6 نقاط. عبد القادر القصار تلقى العلاج. انا شايفين المعالج معاه لغايه بنش التبديل. خبره كبيره قصار. سامي مونرو خالد رشدي وخالد وتضيع التصويبه وسي جي. يا سلام يا سي جي. يحيي الكوره ويحيي الهجمه ويخش ومصطفى سامي والفيك والتصويبه اندر بريشر ولاشين. اذا هجمه باربع ارواح هجمه باربع ارواح لرابع مره. وخالد رشدي وفاصل من المهارات والتصويبه تضيع كلاكيت خامس مره ومره جديده. سامي باس كات. ها خلصت الهجمه اخيرا خلصت. الف سلامه يا خالد. ما فيش حاجه ان شاء الله. ام سليم هنا ويلي 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 وباس لعب الاصبح الترانزيشن دلوقتي للشمال. نزول فارس افيديتش بيجري معاه ويلي. ويلي هجمتين نقل الملعب بسرعه قلص الفارق 4 نقاط. خالد رشدي خالد فاصل خالد جميع اللاعبين سايبين تصويبه لكن تضيع الكره. ثالث هجمه ترانزيشن من ويلي وسقها سبق اللعيبه يبقى خد القرار السليم بندر. والتايم اوت للعربي المتقدم ب 68-64 والهجوم المستمر. الترانزيشن اصبح للشمال اسرع. ثلاث هجمات يا دكتور مصطفى. احنا قلنا ثلاث هجمات. الخبرات مهمه جدا والسرعه الشمال هي اللي بترجع السكور على طول. انت دلوقتي عندك ويلي اخذ هجمتين ورا بعض. ثلاث هجمات هجمتين هجمه سجل فيها ده الفارس والثالثه دي خلاص. عندك دلوقتي العربي دلوقتي بدل يحصل ايزوليشن لسامي ممكن. صحيح خلاص. فدلوقتي بقى المفروض ان التركيز يبقى على اللعيبه الباقيه. انت دلوقتي بس لما حصل في كوميونيكيشن ما بين سي جي وخالد رشدي ومصطفى لاشين جابوا باسكت والتاني. فدي هي لكن لما سابوا الكره لخالد وكلهم فتحوا الملعب ما جاتش بالظبط. يعني هو لازم يبتدوا يلعبوا تو مان بلاي ويلعبوا. برضه عنده مشكله ان هو عنده اندفاع برضه بس برضه مش هندفاع. هو اصلا هو لا هم ادوا له الكوره وفتحوا له الملعب وسابوه. ما كانش عنده حل غير انه يعمل كده. هي الهجمه الاخيره دي بس عشان ما نصدموش. هو كان فاضل 3 4 ثواني بالظبط. ما عندوش. بس انا بقول لك خالد من اول الجيم التوفيق مش في التصويبات بس هو دخل دخلتين برضه فك بيهم في اوقات مهمه. خالد دلوقتي السكور مش قادر يفتح مش قادر يبقى في جاب كبير. خبرات الشمال عاليه يعني برضه خبرات الشمال عاليه. ولاحظ ان برضه هنا بس هو مش هيتم الاعتماد على سامي. وخالد هو الوحيد بعد سامي حتى الان هو اللي شغال. لازم سي جي يكون له دور. لازم يكون سي جي له دور عشان مش هيبقى كده اللعبه بنفس الطريقه اللي بيلعبوها على سامي تلعب على خالد. لازم سي جي ولازم مصطفى لاشين. هنشوف هيعمل ايه العربي في ظل غياب المحترف. الناحيه الثانيه ترانزيشن هايل من الشمال. تماسك فريق الشمال اصبح اكثر تماسكا. شكل بن عمر هو الهداف الثلاثيات وفارس افيديتش في المتابعات. وشوف على طول ويلي بينادي زمايله بينادي زملائه في الملعب بالترانزيشن ديفنس بيقول له بن عمر ما تستناش مانك ارجع مع اول واحد سله وحيده. تاني سامي داوود هيصوبها. داوود يا حظك يا داوود. تضيع الكره. يا سلام يا لاشين ربنا يحفظك احياها من جديد. سي جي يا قلبك يا سي جي كالعاده. سي جي صاحب القرارات الصعبه في الاوقات الصعبه. سي جي يعود بالعربي والتصويبه. لا بن عمر قال كفايه كده. واها فارس افيديتش المتالق في الثواني الاخيره خطفها. سي جي راحت لسامي هيهدي الملعب. نزل بالتيمبو ولا راح. يا سلام على التمريرات جميله. يلا يا رشدي بقى. لا 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 لا
لا لا مش يومك في التصويبات. ويلي لوحده وايزي باسكت. ايزي باسكت 71-68. الفارق يتقلص والزمن يمر. 6 دقائق رايحين على فين؟ مين اللي هيسيطر على اللقاء؟ كلوز جيم، كلوز جيم حتى الآن. مباراة مش معروف مين هيكسب، مباراة جميلة. سامي وسامي حب يدخل بعد ما تعمل له السكرين، تم الدفع من فارس لداود في طريق سامي. هو في مشكلة دلوقتي، اتفضل يا دكتور. الشمال اللعيبة ما بقتش شايفة اللعيب الصربي عندهم، بمعنى الطرف الثاني ما بيستلمش بقاله دقيقتين، ما بيتلعبش عليه، ما فيش يعني، وما تلعبش عليه من فتره الثالثه بقاله... ما استلمش ولا كوره يعني دلوقتي. بس فارس افيديتش هو اللي بيكمل، وهو هو بيعمل سكند شانس عالي قوي فارس. بس انا بتكلم على ان انت مش مستغل، انت مش مستغل اللاعب دلوقتي عندك. بس فارس دلوقتي 2 أخطاء شخصيه في ثواني، وده الخطا الخامس على الفريق، و3 أخطاء شخصيه على فارس افيديتش. عزيزي المشاهد، ايضا هو زي سامي في هذه المنطقه لاعب كويس في الفترات الأخيرة. أول مرة نشوف فارس أفيديتش متمركز صحيح، عمل سكند تراي، عمل جيري في ترانزيشن، لكن ارتكب خطأين في أقل من دقيقة. ده الخطأ الرابع على فريق الشمال مش الخامس. استلام الكرة، لا الخامس فعلا. تصويبة، يا سلام. إذن داود المفتاح، داود يسجل. العربي بيقف، داود اللي بيرجع العربي. ربنا يحفظك يا ابني. 73-68. شايف أصدقائه بره، عبد الرحمن سعد وعبد العزيز ومحمد إيهاب وعبد الرحمن كدي، الكل بيشجع داود. وبهاري طبعا عمل كورتين، والمدربين أيضا عمل كورتين في وقت حساس. داود برافو عليك. 73-68. والقصار القصار والتمرير، لا مش معقولة، لا 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 لا، ده انت تلعب. لو كان جاب دي كان هيبقى اكبر مسجلين الثلاث نقاط. 73-68، 5 دقائق تمن المباراة الاخير، المفترق الاخير للقاء، والعربي متقدم 5 نقاط. يا سلام يا سلام يا سيجي، تضيع الكرة. و لعب كده بهدوء من فريق الشمال، هيقف هيصوب هو مكانه حتته. ايوه ايوه ايوه، حافظها حافظها حافظها. ميلكو بيلتسا، ميلكو يسجل بالميديم في المنطقه دي، عارفها زي اسمه. ولاشين، اوه الكره ترانزيشن مش ممكن كالعاده باليسرى. التايم اوت اكيد لمملوك، التقليص لنقطه. انا اعتقد ان فتح هنا البرجل زيادة المحترف ويلي، فبيعرق كده. أعتقد في حاجة في الضمة بسيطة، هنشوف. عمل الليب، فتح البرجل زيادة. فيعني أنا لاحظت حتى وهو داخل الليب، يعني حصل استريتشنج شوية للعضلة عنده. إن شاء الله سلامات. دلوقتي فرق نقطة واحدة. أعزائي المشاهدين، أقل من 5 دقائق، 73-72. دكتور مصطفى، تفكر ازاي لو مكان حاتم مملوك؟ تفكر ازاي مكان حتى حسن حشاد؟ لو مكان كابتن حسن حشاد لازم العب للهجمه للاخر، ولازم العب مع ميلكو، لازم يلعب مع ويلي، ما ينفعش بالظبط. يعني انت دلوقتي احنا خلاص بن عمر، الاجهاد بدا يحصل دلوقتي يا كابتن عمر. ما هو ده وقت اللياقه. انت دلوقتي عندك، انت داخل على كريتيكال خلاص اهو، فالاجهاد بدا يحصل. عمر شوت كورتين ورا بعض ضيع، وكسار ما عندوش فرصه ان هو يشوط. يبقى انا دلوقتي اقدر ان انا العب على الانسايد من المحترفين. صحيح، خلاص ده وقت الاثنين محترفين. الناحيه الثانيه لازم كوتش حاتم يجد الحل ان هو يطلع سامي فاضي علشان يستلم ويلعب، ما يستسلمش لوضعيه الدفاعات على سامي. سامي بقى ماشي ومستسلم للدفاع، ولما بيستلم لما بيستلم بيلاقي اثنين، ما بيطلعش برضه سامي سريع من الدفاع. فلازم دلوقتي كوتش حاتم يلاقي الحل لسامي مونرو. صحيح، في نفس الوقت اللوكلز اللي حواليه بيعملوا ايه علشان يسلم ويلعب. اوكي، انا شايف ان لو الشمال بدا يضغط بدفاعات اكتر من كده دلوقتي على العربي، يقدر يخطف كوره واثنين وثلاثه زي اللي حصل دلوقتي. صحيح، يعني مصطفى دلوقتي غلط، عمل تيرن اوفر، قدر هو يجري بالترانزيشن ويقدر يروح. خلاص، ما انت خد بالك، انت هنا عندك 5 لعيبه او 6 لعيبه، وهنا عندك 6 لعيبه، خلاص انت دلوقتي في انهاك. صحيح، فاهمني؟
فهنشوف الاربع دقايق ده لسه بدري خالص، ده لسه مباراه كامله عزيزي المشاهد. الخمس دقايق دي مباراه هتروح وتيجي، وهنا داوود والعاب ستار لسامي، ومباراه 1 اون 1 ما بين سامي وافيديتش، وافيديتش ولا سامي، لا ده سي جي وهي بتاعتك ومكانك، ولا شين بيتدخل في افيديتش، وويلي سليم، ويلي بيجري، ويلي بيسجل، ويلي بياخد فاول، ويلي لازال بينقل الملعب، رجع معاه ثلاث لاعبين خالد ومصطفى وسامي، لكن يقدر يحصل على الخطأ الشخصي. لعيب مميز، انا شايف الضمه من بعد الترانزيشن اللي فات لما فتح البرجل زياده تعباه، مش عارفين تعباه، هل هيكمل كده وهتبقى اصابه ولا ما هنشوف. الفرق نقطه واحده، مفيش فرصه لحاجه، الفرق نقطة لمصلحة العربي والشمال من أجل التعادل أو التقدم بواسطة ويلي. تضيع الرمية الحرة الأولى، تعبان شوطة، تعب، وفي حاجة في رجليه، في حاجة في رجليه أنا لاحظتها، يعني البرجل كان زيادة شوية، صحيح بتاعت اللي هي بالشمال اللي عمله ده في آخر قبل التايم أوت. ويلي وارن يتمكن من الدرو جيم ال 73-73، وسامي مونرو في حراسة فارس أفيديتش. مباراة ما بين فارس وسامي، هل هينجحوا في إيقاف سامي؟ ملاشين والبلوك شوت، سامي بيطالب بالفاول، لكن الحماس في البنشين هنا طبعا. أربع دقائق تقدم للشمال ومفيش، لا 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 لا، تضيع الفرصة، وخالد رشدي، خالد رشدي كانت فرصة للزيادة. يا السلام يا لاشين، انت فين يا لاشين؟ حاتم بيدور عليك. 73-74 أعزائي المشاهدين، التقدم لمصلحة فريق الشمال من جديد، عاد الشمال، عاد للتقدم من جديد. والعربي هنا، العربي ومحاولات جديدة. سامي مونرو و اهو فاول، تمكن من الحصول على فارس أفيديتش، على فارس، ده الرابع. إذن هنا في مشكلة، هنشوف التعادل في الملعب، والخطأ هو الرابع، الخطأ الرابع، تسجيل لسامي مونرو للرمية الحرة. نجاح من جديد للتقدم للعرباوية عزيزي المشاهد، و عبد القادر قصار، والمحاولات هنا، لا بن عمر، هو الوقتك ده يا بن عمر، لا لا لا، دي باد لك يا بن عمر بصراحة، باد لك فعلا. والدرايف سامي مونرو، قطار السكة الحديد، سامي مونرو في محاولات مستمرة ويتمكن بالفعل من الحصول على الأخطاء الشخصية والرميات الحرة الهمة الذهبية، ورميتين حرتين عزيزي المشاهد. 75-73 هي نتيجة اللقاء حتى الآن، وسامي مونرو يؤكد التقدم في الأوقات الهامة. مباراة أعتقد أنها تكون مهمة نتيجتها كتير للعربي وأيضا للشمال. أي نعم، إحنا لسه في الأسابيع الأولى، نقدر نقول إن إحنا في الربع الأول من الدوري، لكن طبعا كله في الحصالة، كله بينفع بعد التوقف. في فرق هيرجع المصابين، في فرق هيغير محترفين، فدلوقتي تقدر تحصل اللي تحصله. وفاصل رائع وتصويبة أروع، وسي جي ورايح فاصل بروك وتسجيلة، الله الله الله، التقدم عرباوي مش ممكن. يا كرة السلة غريبة، لكن المباراة لسه وفاول. اها، كانوا مستنيين اوفنسيف فاول يبقى الخامس، لكن داوود اتحرك
داوود اتحرك وهيبقى فاول، فاول لمصلحة فارس، وتصويب رميتين حرتين في هذه التوقيتات المهمة. كل نقطة ليها تمن، كل نقطة ليها تمن. أكيد فارس أبديج ينجح، فارس في التقليص 78-74 أعزائي المشاهدين. أكيد بيحاول سي جي، الصفات الشخصية بتبقى طبعا واضحة في الأوقات دي، هي الثقة في النفس، في حاجة زي ما في لياقة بدنية، في لياقة ذهنية. شوف هنا خبرات هذا اللاعب، الإضافة الكبيرة فعلا لنادي شمال. لكن فارس ميليكو هيرجع في الأوقات الحاسمة، ما رجعش ميليكو، هو ده الوقت اللي هم عاوزينك فيه. مونرو بوم 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 بوم، مونرو على طول قدر يعمل مباراة بصراحة كبيرة جدا. وهنا من الجهة الأخرى شايف المداولات ما بين كابتن حسن حشاد وكابتن بسام كحلة، في طبعا في آخر دقيقتين التصرف هيكون إزاي. المباراة لسه في الملعب، لسه بدري خالص، 78-74 وتصويبات. شوف القرارات اللي هتبقى مهمة في هذه التوقيتات. الماني تايم 80-74، 6 دقائق والدقائق الأخيرة كل تصويبة. هل هيرجع ميليكو يرجع الفريق؟ لأن ميليكو ما عملش حاجة خالص في الفترة الرابعة. لا يا بن عمر عبد القادر، بن عمر عبد القادر ثنائي التصويبات. لا 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 لا، في أي وقت، في أي وقت اون فاير عبد القادر القصار، مش ممكن مش ممكن. المباراة كنا بنقول عليها باي باي القصار، قال لا 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 لا، الفرق ثلاثية لسه بدري، بتحكي على إيه؟ وسامي مونرو، سامي مونرو أها تاتش لاين، تيرن اوفر غريب في وقت غريب، يعطي الشمال الفرصة في العودة. عبد القادر القصار وبن عمر شوت انت، لا شوت انت، خلصها القصار بتصويبة ثلاثية. الثنائي الذهبي أصحاب البشرة السمراء والتصويبات اللي بتخلص الكلام. فارس أفيديتش، لا معقولة يا بن عمر؟ لا 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 لا، كان هتبقى سلة. إيه أول، على فكرة أول درايف لبن عمر في الماتش في قعدة 39 دقيقة. سامي مونرو زي الحصان بيجهز رجله للانطلاق، بيجهز للوان اون وان والوان اون تو والوان اون ثري. ولا لا يا سامي، الباصة دي غريبة، باصة غريبة فيها ثقة عالية جدا، فيها ثقة عالية جدا يا مونرو. الفرق 3 نقاط، متبقي 58 ثانية، 58 ثانية ما بيخلصوش أبدا دلوقتي، لسه فيها. هنشوف ده وقت التايم أوت ووقت التصويبات اللي هيتتحسم بيها اللقاءات. والقصار والإكسبيرينس والخبرات والدخول والحصول على الفاولات، لعيب كبير يا دكتور مصطفى عبد القادر القصار. هو لعيب خبره عبد القادر، يعني انا شايف ان عبد القادر القصار في الفتره الرابعه افيد بكتير من ميليكو. هو عنده سايد فيجن كويس جدا بصراحه، وبيقرا. انا قبل ما تتلعب الكورتين دول كنت بقول لحضرتك، غير اللياقه البدنيه واللياقه الفنيه، في حاجه اسمها الذهنيه، ان اللعيب يعرف يعمل ايه في الوقت ده. مش اي حد هو اللي يقدر ياخد القرارات. هي بقى اللياقه الذهنيه هنا لازم تخليه يجيب باسكت. لا دي بقى اللياقه البدنيه ولياقه الاعصاب. عبد القادر ما تكسفنيش يا قصار، ما كسفنيش القصار، ويسجل وخلص. وبقى الفرق باسكت، كان الدكتور مصطفى هيشمت فيا، 80-78 رايحين على فين يا دكتور؟ مين اللي هيكسب مين؟ باسكت جيم ده اللي بيقوله الدكتور إيهاب، هنشوف. و80 78 السله دي لو جت ينتهي اللقاء، لو الشمال خدها هيرجع الامل. وهي دي تصويبه الجيم، لا قصار بالهيد ونهاية لزمن الهجمة.
و28 ثانية وما فيش تايم اوت. لا في تايم اوت يا كابتن حشاد. بص لي يا دكتور مصطفى هنعمل ايه؟ كابتن حسن هيعمل ايه دلوقتي في التايم اوت؟ هيقول لهم ايه هو وكابتن كحلة والناحية التانية؟ كابتن حاتم مملوك قول للمشاهدين لو انت هنا او هنا. احنا هنفكر دلوقتي تفكير الاثنين المدربين. هياخد الكرة هياخدها من اخر الكرة من اول ملعب ولا من اخر ملعب؟ هو مين؟ طبعا طبعا اكيد هو خسران المباراة وعايز يخسر وعنده 28 سنة. انسايد جيم مفيش تصويب هيلعب انسايد جيم بالظبط كده. تمام بعديها هيدافع يعمل فاول لازم فاول جيم ممكن يعمل فاول جيم مفيش مشكلة بس هو إلا لو هو جاب الباسكت هيعمل بشوط ممكن يعمل فاول جيم دلوقتي في كام بوزيشن كام يعني هجمة للعربي والشمال انت دلوقتي هياخد 14 ثانية هياخد 14 ثانية حسب استهلاكه بالظبط كده لو خدها بفاول هو هنا هيعمل فاول. طب هو دلوقتي انت ككوتش هتلعب في اول الزمن ولا علشان تسمح ليك بهجمه تانية بعد العربي تلعب في اول الزمن؟ تلعب في اول الزمن مش هتلعب بالظبط مش هتستنى بسرعه لان 28 ثانيه العربي هيطلع تاني بالزبط. عشان تخلق بالزبط. لنفسك بالزبط. هجمه تانية. الكلام بقى دلوقتي في الديفنس هنا ورا ان انت دلوقتي العربي بقى لازم دلوقتي تقفل على سامي كويس جدا ولازم تقفل على سي جي. لا العربي ديفنس هيعمل ايه؟ العربي اوفنس بقى العربي ديفنس دلوقتي لازم يلعب مان تو مان. تمام لازم مان تو مان مان تو مان لازم مان تو مان خلاص انت ما عندكش وقت 28 ثانيه هياخدهم 14 ثانيه لازم يلعب مان تو مان. تمام مان تو مان سويتش لازم اي سكرين اي سكرين مان تو مان طبعا 80 78 يبقى دلوقتي هل الشمال هي دي هجمته الاخيره غلها ويعرف يدافع هل هي الهجمه قبل الاخيره كل الاحتمالات وكل الحكايات في 28 بتاعه العربي ممكن يعمل هنا وممكن يعمل هنا جامب ران ممكن يعمل ران جامب هنا ممكن اللي يستلم يبقى واقف 2-3 مستعد اللي مش بيلعب مان تو مان لا ده هو سي جي من دلوقتي ممنوع ان يكون ويست داخل الملعب لازم عشان هو مغادرة أنكل فايل فدلوقتي لازم إخراجه 28 ثانية فقط عزيزي المشاهد الفارق سلة واحدة هل هي دي الهجمة الأخيرة للشمال ولا في هجمة تانية للشمال حسب استهلاك الثواني هنشوف وسيف الدوسري في تسليم الكرة لميليكو لا ده فارس أفيديتش الهال الشمال أم العربي خلص بالديفنس وبالفعل أتم إدخال الكرة 25 ثانية الدخول السريع لا تصويب لا 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 قرار في منتهى الصعوبة سي جي وخلاص 15 ثانية والفاول 80-78 كابتن حسن بيقول له اللي قاله لهم في التايم اوت العب انسايد لا يمكن يكون فعل يا كابتن حسن هو ده قرارك بديزيشن من عمر يقدر يكون كلفه المباراه هي ممكن يكلف في الشمال المباراه والخطا هنا رابع سي جي تصويبتين الجيم تضيع التصويبه في تايم اوت 81-78 الكرة في حيازة الشمال وعشر ثواني التصويبة هنا 3 بوينت بالأمر فارس أفيديتش اكسيرا تايم ولا ايه هنشوف الخمة الثواني التايم اوت لحاتم مملوك 81-81 فارس أفيديتش وصلنا للدرو جيم دكتور مصطفى 81-81 هل في اكسترا تايم ولا العربي خلص الدقيقه الثالثه في الكوره الرابع انا كنت لسه عايزني اقول لك ان ممكن الجيم هل هيبقى في وقت اضافي هنشوف اعزائي المشاهدين النتيجه الان 81 العربي 81 شمال متبقي 5 ثواني 5 اجزاء من الثانيه والكره في حيازه العربي دكتور مصطفى خبرات هنا هتبان من عند الشمال سامي مونرو هيستلم الكره ما فيهاش حديث تعمل حاجه تاني هو الكي عندك حلول النهارده الثلاثه حتى مش في مش فايقين لا مش على حكايه اللي هو اللي يقدر يتحمل المسؤوليه طب هو هيتم الدفاع عليه بقوه هل هيلعب سامي ياخد الفاول
ممكن يعمل الدرايف وياخد الفاول. هل سي جي هو اللي يستلم الكرة؟ ممكن أصلاً لا، ويبقى الاحتمالات هيحطها حاتم، احتمال رقم واحد واحتمال رقم اثنين. سي جي الاحتمال رقم واحد هيكون انت عندك خمس ثواني، سامي مونرو اللي هيستلم الكرة. سامي، سامي، سامي لو اتضغط عليه باثنين سامي بيقرا كويس، يعني ممكن سامي يقدر ياخد كمان فاول او يبقى يعمل باس لاحد. المعركة معركة سامي مونرو ما بين الشمال ودفاعاته، ما بين بالزبط تحقيق بالزبط سامي للدخول، الحصول على الفاول او الاحتمال الثالث اللي احنا مش عاوزينه، او ان هنروح اكسترا تايم. صحيح يا بليك اللي بيقول لنا مش عاوز هو كمان اكسترا تايم، مستمتع باللقاء ومستمتع باللقاء. وهنشوف دخول الكرة من سي جي و لقطة الفينال، لقطة النهاية، والكل دور على سامي، دور على سامي، فينك يا سامي؟ استلمها سامي، الدفاع بتلاتة وصوب، هيصوب اكسترا تايم. إذن أعزائي المشاهدين وقت إضافي، هنلعب خمس دقايق مرة تانية بعد التعادل 81-81. هتقولي للسادة المشاهدين دكتور مصطفى عن اللقاء عامة وطرق اللعب بالنسبة للمتوقع من الفريقين؟ اللقاء عامة جود جوب للعربي ان هو يقدر ان هو يوصل الجيم بالشكل ده وإخراجه بالشكل ده وهو بيلعب بمحترف واحد، يبقى جود جوب للعربي وجود جوب لكوتش حاتم. اللقاء عند الشمال، الشمال دلوقتي الخبرات اللي موجوده ميليكو، ميليكو ما كملش. انا لسه بتكلم. فارس افيديتش هو اللي كان مفتاح في الفولو في السكند بالظبط كده، يعني في السكند شانس فارس شغال، بس المشكله ان احنا دلوقتي الثلاثه اللعيبه التانيين، لو فارس حتى بيعمل الشغل اللي عليه وبيعمل سكند شانس، الاثنين اللعيبه التانيين سواء قصار او سواء ابن عمر، ابن عمر، الاثنين ما بيشوفوش ميليكو. ملكه من نص كوارتر الثالث لغايه اخر الرابع، ملحوظه مهمه جدا، ما استلمش. فانت كده دلوقتي انا هنا بلعب بمحترف واحد وانت عندك اثنين محترفين، وانت في محترف عندك في الشمال خارج نطاق الخدمه عشان انت مش بتديله. فانت دلوقتي، انت دلوقتي ككوتش حسن، انا متاكد ان هو دلوقتي هيبدا يكلم لعيبته، يا جماعه لو سمحتم العبوا مع الاثنين محترفين، هم دلوقتي هم اللي هيقدروا، هم الكريتيكال تايم اللي جاي في الخمس دقايق ده بتاعهم هم. خلاص انت لو عندك الفرصه ان انت تشوط، تشوط بس لما يبقى معاك التايم، معاك الوقت بتاعك. ما ينفعش اعمل ديزيشن سريع زي اللي ابن عمر عمله وشاط من بره. قصار مثلا الكوره اللي احيا الشمال من جديد ان هو شاط من كورنر الثري بوينت بتاعه وسجل، فاهمني؟ يعني قصدي ايه؟ ان انت كلاعب لوكال خلي الكوره لما بيجي لك في اخر اربع خمس ثواني، انا حتى لعبتي بقولهم كده، صحيح انت معاك الكوره لسه 14 ثانيه، طلع رجع تاني، لسه 10 ثواني رجع تاني، انت معاك الكوره فاضل لك اربع خمس ثواني، انت خلص شوط مفيش مشكله، سواء سجلت او ما سجلتش، بس عشان المدرب ما يلومش حد من بره. بس دلوقتي لان هي بريوريتي في الشمال، الاولويه المحترف الشمال عشان يعدي، جود ديفنس كويس جدا، وفي نفس الوقت لازم يلعب على الاثنين المحترفين. العربي جود ديفنس في 2 3 ولازم يجري، لازم يرجع يجري دي. إذن عدنا معكم أعزائي المشاهدين، والشوط الخامس والفترة الإضافية الأولى والإكسترا تايم الأول، وسامي مونرو، مصطفى لاشين، الدفاعات القوية، والخطأ هنا على مصطفى، خطأ على مصطفى لاشين. 81-81 الخطأ الخامس على مصطفى، مغادرة لمصطفى لاشين، تاني لاعب يغادر الملعب، تاني لاعب يغادر الملعب، لاعب المنتخب الوطني مصطفى لاشين اللي قدم كاس قطر بشكل أكثر من مميز. ويعود ويلي للتسجيل والتقدم للشمال، كان هو يعني حس بآلام في العضلة الضمة قبل نهاية المباراة بدقيقتين، لكن كمل. سامي مونرو قدر يرجع بالعربي، تحمل المسؤولية كمحترف وحيد في العربي، وتصويبها باد لك باد لك، وويلي لازال يكافح وينقل الملعب. صاحب تصويبة الإكسترا تايم أفيديتش، أفيديتش الكيك أوت، الكيك أوت مرة جديدة، المحاولات الإنسايد، الله، فارس أفيديتش هو كلمة السر، تمركز جيد في وسط خطأ، تمركز دفاعي يتم به تسجيل نقطتين جداد. إذن الشمال يعود 84-81،
خالد، خالد رشدي، رشدي دفاعات قوية من المحترف على خالد أحمد سعيد، لكن تضيع الكرة. ثلاث دقائق 45 ثانية والدخول فارس. إذن كلمة السر هو أفيديتش والأندوان. ده حقيقي كلمة السر عنده هو بصراحة. أنت أنا بقول لك فارس بقى بيلعب من قبل نهاية الفترة، في نص الفترة الرابعة جدا في الأوفيس في الديفنس. يعني السنة دي الموسم من ساعة ما بدأ، من ساعة كاس قطر، صح، هو واضح إن هو مركز جدا السنة دي، يعني غير المواسم اللي كانت موجودة قبل كده بصراحة. الأندوان أفيديتش والتايم أوت. أفيديتش والتايم أوت. ال 87 81 ست نقاط. في في بعض الاحتكاكات كده، هنشوف ما فيش حاجة. طبعا حماس اللاعب، حماس لاعبي. طبعا نعود لأعزائي المشاهدين، معنا الدكتور مصطفى مدير الفني لنادي الخور. دكتور ايه الوضع دلوقتي؟ ست نقاط، المفتاح ازاي يحلها تاني العربي؟ العربي لازم دلوقتي يستمر. المفتاح الوحيد هيستمر اللي هو سامي منرو. ما هو ما عندوش حل تاني، ما احنا قلنا للاسف هو كابتن حاتم ما عندوش اي تشويس ان هو يلعب على باقي الناس. دلوقتي مصطفى لاشين خمسه فاول بره، خرج وبقيه اللعيبه برده مجهدين، اللعب كله على سامي. فدلوقتي سامي انت علشان يستلم الكوره، هو سامي بس عنده حاجه صغيره، هو سامي بيستعجل لما بيستلم علشان يلعب لوحده. يعني لو بيجي له بسكرينات او حد بيلعب معاه بيقدر ان هو يدوله مساحه ان يقدر يوصل بالظبط. يعني انت انت استلمت، انا مش هحارب في وسط اثنين، انا لازم يجي لي سكرين والثاني والثالث وهكذا، فاهمني؟ فانت دلوقتي كمفتاح هو المفتاح اللي موجود. بس انت دلوقتي كسامي بقى، هل انت دلوقتي هتسيب من ايدك لحد فاضي عشان يستلم؟ انت دلوقتي بيتلعب عليك باثنين، بتلعب في الديفنس هنا زي ما احنا شفنا مره واثنين وثلاثه، بتلعب عليه ايس ديفنس. فانت دلوقتي عشان يضرب السكرين لازم يجي له ستار، لازم يجي له، لازم يستاجر ستار. ملكو بيبقى واقف، وبعد من وبعد منه ابن عمر، فبيلعب على اثنين، طلع من ايدك سامي واستلم حتى ثاني. ما هو لازم برضه بقيه الناس تعمل له الكات بالظبط كده. والحاجه الثانيه ان انت دلوقتي عندك واحد زي داوود بيعمل سكرينات كويسه، يبقى لازم ان انا استفيد من داوود، من داوود كتير، ولازم اسرع الهجمه. كابتن حاتم دلوقتي خد بالك الثلاث دقايق 40 ثانيه لازم اسرع الهجمه، ستة بونت دول لازم اسرع الهجمه بتاعتي في الاوفنس، لازم اجيب باسكت سريع جدا، ولازم ادافع، لازم العب، العب زون ديفنس زي ما انا بقفل كويس جدا واجري تاني. بس احنا مشكله ان احنا زي ما انا قلت لك من اول الجيم التعب هيوصلك لغايه فين؟ اخر ثلاث دقائق او اربع دقائق موجودين عند العربي، ما بقاش في ترانزيشن زي ما كان بيحصل قبل كده. صحيح. دلوقتي في الملعب هناك كابتن جاسم ناظر، جمع اللاعبين المحترفين. كان في بعض يعني الحماس او يعني احتكاكات قانونيه مع قبل تايم اوت، فالتحذير هنا من حكمنا هادي الطباع جاسم ناظر ليمتص حماس اللاعبين. و 81 87 عزيزي المشاهد لسه بدري خالص، في اندوان في لسه بدري خالص، ست نقاط فارق، لكن الوقت فارس أفيديتش. والعودة، العودة حكام اللقاء يتوجهوا لطاولة التسجيل من أجل التأكيد على القرارات. سلة فقط، لكن هنا إذن استلام الكرة للعربي عزيزي المشاهد. الكرة في حيازة فريق العربي والمحاولات والتقدم ست نقاط والدخول والدرايف، ولكن ارتطام الكرة وسط حماس شديد جدا. ست نقاط هي الفارق. ست نقاط وثلاث دقائق 18 ثانية أعزائي المشاهدين لنهاية هذا اللقاء، اللقاء رقم مخالفة، مخالفة
نهاية مباريات الجولة الرابعة، الجولة الرابعة من الدوري القطري موسم 2021-2022. الأسبوع الجاي إن شاء الله في منتصفه نبقى وصلنا إلى منتصف الدور الأول اللي هيتم إيقافه بعد الدور الأول. بلوك شوت والخطأ هنا على سامي، بقى حماس كبير، حماس كبير كبير من ويلي ويلي وارن، والبلوك شوت والحصول على الخطأ الرابع من سامي مونرو. معركة معركة بين المحترفين بعد كل السريخ والحماس بيبتسم. لاعب صاحب خبرات، لاعب كبير صاحب خبرات، في إشارة من كوتش حسن حشاد خايف عليه طبعا من التكنيكال فاول، هل هيجيب واحدة ويضيع واحدة كالعادة ولا هيعمل ايه؟ جاب واحدة، ارتفع وحماس وحركات 80 ما عمل كده. جاب الثانية، إذن 89-81، أقل من 3 دقائق. مونرو مونرو مونرو، تصويبة مونرو. هل هننفع كده دكتور مصطفى؟ هل تصويبات سامي طبعا ولا لازم كده 8-0 8-0 سكور ران كده، احنا خلصنا 81-81 تمام. يعني لكن هنشوف يعني بعد الباسكت ده لو جاب باسكت او ما جابش، عايز كوتش حاتم اعتقد انه عايز تايم اوت. نهايه زمن الهجمه، خالد رشدي، خالد رشدي والدخول. خالد برافو يا خالد، هدي خالد. احمد سعيد الشاب سعيد ايضا، اذا سي جي لا داوود لقى نفسه مع الباسكت. يا سلام على الهوك يا داوود، سجل في توقيت هام جدا، سجل في توقيت اعطى النفس لحاتم مملوك، اعطى الامل في اخر دقيقتين من اجل دفاعات اقوى، اداها له هديه. اها الله الله يا افيديتش، اذا فاز الشمال فارس افيديتش هو السبب النهارده طبعا مع وارد مع الناس. لكن يا قلبك يا سعيد وجرأتك يا بطل، يا بطل يا احمد يا سعيد، ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله. احمد سعيد النهارده بيتولد كبطل، برافو عليك، لاعب منتخب الشباب في توقيتات مهمه، يخلص الفارق، يحافظ على امال العربي دقيقه ونص. هتعمل ايه عندك القصار واقف في المدفع؟ ميليكو بيليتسا ما بيستلمش. طب لما لما استلم اخذ فاول بتو شوتس. تمام، هي المشكله قصدك لابد من اللعب عليه. لازم لازم، هو في الملعب بيعمل ايه؟ هو الراجل حتى بيبص لهم باستغراب، يعني ما فين الكوره يا جماعه. تمام، اذا ميليكو على تصويب الرميتين. تضيع الرميه الحره الاولى من بيلكو ميلتسا. ميليكو تضيع الرميتين. سامي مونرو، سامي مونرو والامال راح. خالد يا درايف رائع مهم من خالد محمد رشدي، سله مهمه مهمه خلت المباراه، رجعت اللقاء، عرف الثغرات، قدر يدخل، توقيت وتايمينج، تسجيل جميل. الفارق ثلاثيه فقط، دقيقه واحده، دقيقه وثلاث ثواني. فارس افيديتش انسايد واحمد سعيد البلوك، ولا لا المره دي باين عليها بره، رايح رايح سعيد، حصول على الخطا في هذه المباراة. التصويب نجح، سعيد احمد سعيد بيوقع كبطل ولاعب مهم بعد خروج مصطفى لاشين، بعد اصابة تالا. احمد سعيد رائع يا ابني، ربنا يحفظك يا احمد يا سعيد، اتولد النهارده من جديد كلاعب درجه اولى. وسي جي يتمكن من السيطره على بن عمر ويشاركه في الكوره، والفرق نقطه. يا سلام يا سلام على الابطال الشباب،
عادوا بالعربي بالدفاعات الضغطة، خالد رجدي بالدرايف، سي جي بالديفنس، وهنا أحمد سعيد. برافو يا سعيد. وفاصل ودر أوه زوي فاشل، لكن خالد رجدي في الناحية الثانية أول زوي ناجح. إذن ويلي المحترف الأمريكي يفشل وخالد محمد رجدي ينجح في التقدم بنقطة وحيدة. أعزائي المشاهدين، تقدم للعربي 92-91، رايحين على فين؟ 36 ثانية يا عزيزي المشاهد. والدكتور مصطفى يقول لنا انت بتفكر، انت بتفكر، انا شايفك قاعد على البنش. بفكر بس ان كابتن حسن دلوقتي هيعمل ايه. دلوقتي انت خسران بونت، هتاخد برضو التايم اوت بتاعك من قدام عشان تكسب الحيازه من المنطقه الاماميه. وزي ما انا قلت لحضرتك برضو، هيلعب انسايد زي ما بيلعب انسايد بقى، لازم دلوقتي لازم يلعب انسايد، مفيش شوطه من بره بقى، باد ديزيشن زي اللي ابن عمر عمله كده في اخر الكوارتر. بس في جود ديزيشن من عبد القادر القصار. طبعا وفارس ابيديتش. العربي زي ما احنا شفنا لما سرع الملعب تاني وبدا يجري كتير، خلاص الشمال وقف. صحيح، يقدر ان هو يجيب باسكت واثنين ثلاثة. هو ده الكلام، هو دلوقتي لازم هيقفل تاني دلوقتي، يعني هو دلوقتي هيقفل تاني باثنين ثلاثة. صحيح، العربي واضح وهيقفل على اللي شوطه عشان هو عارف ان اثنين ثلاثة، عشان هو عارف ان هو هيلعب انسايد. تمام، خلاص هيبقى حتى نفسيا. ابن عمر شاط بثلاثة. انا مش هاخد ديزيشن من بره، لا هاخد ديزيشن انسايد، يا اما ويلي هياخد وهو ده هو الاحتمال الكبير اللي هيلعب عليه بدون شك. زي ما هنا سامي مونرو بيكون التفكير الرئيسي هنا ويلي ملكو ان هو يلعب انسايد طبعا، او فارس افيديتش. بالظبط كده، بالظبط. بس الكوره لازم تنزل انسايد، لازم تتلعب انسايد. لا كمان فارق الاطوال لمصلحه الشمال. كوتش حسن هياخد الهجمه 24 ثانيه كمان، خدها من نص الملعب الاولاني. 92-91 وحيازه من المنطقه الخلفيه لنادي الشمال. لا اخذ الاماميه، لا منطقه الاماميه، ده طبيعي. فارس افيديتش هو سوبر ستار الجيم الان للشمال طبعا بدون شك. ويلي وارن محترف تقيل، محترف معلم. وهنشوف ايضا ميليكو لاعب ايضا صاحب خبرات. بن عمر ميليكو بين عمر الدرايف. ايه بقى اذا غلق للدفاعات من بعيد. احمد سعيد وخارج الملعب، احمد سعيد وخارج الملعب. حاتم لمصلحه فعلا الشمال. 14 ثانيه جديده، المتبقي 21 ثانيه، الفرق نقطه للعربي. مش محتاجين تصويبه من بره، ميليكو مش تحت، محتاجين دخول. اذا ينجح في الدخول بقت دلوقتي الفري ثرو جيم. هو الموقف الان ميليكو خارج المنطقة العمليات، بيدخل المحترف الثاني ويلي وارن. ومهمين جدا للشمال طبعا طبعا، رميتين حرتين، متبقي 14 ثانية. التصويب مهم والريباوند مهم، المتابعة في الكرة دي هتبقى مهم. فارق الأطوال لصالح الشمال، لكن العربي أيضا مش قصار الكامة. ضاعت الرمية الحرة، ضاعت الرمية الحرة. ما كدبش كلامي ويلي، بيجيب واحدة ويضيع واحدة. هل بقى المرة دي هيضيع اثنين ويضيع الشمال؟ هنشوف. لكن لا، جاب واحدة وضيع واحدة. درو جيم 14 ثانية، مشهد العربي الأخير، فرصة العربي الأخيرة. هنعمل إيه؟ هنروح على فين؟ وسامي مونرو سوبر هيرو، فارس ثاني افيديتش. لا 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 لا، ماتش عالمي، ماتش سينمائي. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش ممكن سامي مونرو يسجل سلة جميلة، يرد عليه فارس بثلاثية أروع. الله الله الله، الدوري ولع والمباراة جميلة في تصويبة نهائية. فارس افيديتش 95 كام؟ 95، ولا فارق نقطة، في تساوي وفي كلام في لوحة التسجيل. هنشوف
كان بيراجعوا لوحة التسجيل. مباراة نار نار نار. الدوري القطري النهاردة هو نار. هنا 2 بوينت و 3 بوينت. طيب كده فرق بوينت. هي بيراجعوا 90-95 بيراجعوا السكور. بيراجعوا التصويبة كانت لسامي مونرو اللي تمكن من التسجيل وردت هنا بثلاثية لفارس أفيديتش. في ثلاثية لفارس أفيديتش ولكن الناحية دي ثنائية 2 بوينتس. وهنشوف المراجعة لإيه، مش عارف مراجعة القرارات على إيه. أعتقد مراجعة اللي هي الثلاث ثواني الثلاث، لا الثلاثية الثلاثية. جيم اوفر. 96-95 الف مبروك اعزائي المشاهدين، الف مبروك للشمال، هارد لاك للعربي في ماراثون كبير جدا ساعدنا معكم. شكرا دكتور مصطفى. وبنشكر الساده المشاهدين اللي سهرناهم. يعني جيم كويس جدا. جود جوب للعربي ان هو يلعب بمحترف واحد، وجود جوب لكوتش حاتم لكوتش حسن حشاد وفارس أفيديتش زي ما كنت بحكي لحضرتك. يعني زي ما انا قلت لك فارس السنه دي مركز جدا. برافو عليك. صحيح احسن من المواسم اللي فاتت. سوبر هيرو. فيعني النهارده مع الباسر بيتر اخر حاجه يعني مرتين يا كابتن حسن. مرتين. وهارد لك وجود جوب لكوتش حاتم مملوك. ان شاء الله ساعدنا معكم والى اللقاء ان كان في العمر بقيه وتصبحوا على خير.